بليسنج ليست هي عبارة عن قائمة بقدر من خلالها أعرف البرنامج أماكن الفايلز والفولدرز اللي أنا بستخدمها بصورة دايمة، بحيث إن أنا أقدر أنتقل ليها بضغطة واحدة. زي مثلا لما باجي أفتح المين أبلكيشن منيو وأروح على أوبشن الأوبن أو السيف أو السيف إز، وليكن لو فتحت الأوبن بتظهر لي قائمة أو دايلوج وهي عبارة عن البليسنج ليست اللي إحنا قلنا عليها، وتحديدا الجزء اللي على الشمال ده بيحتوي على مجموعة من الفولدرز والأماكن على الجهاز بتاعك اللي انت ممكن تنتقل ليها بمجرد ضغطة واحدة، زي ماي كمبيوتر أو ماي نتورك أو الفيفوريتس والديسكتوب، وكمان هنا المتريك لايبراري اللي انت بتشتغل عليها والديتيلد كومبوننت اللي انا بشتغل عليها. ممكن مثلا عايز اضيف الفولدر اللي انا بسيف عليه شغل باستمرار وهو مثلا موجود عندي على الديسكتوب، فبروح للديسكتوب واروح على الفولدر اللي انا عاوزه وبدخل جواه، وبعد كده بضغط تولز واعمل ادد كارنت فولدر تو بليسز، هينضاف عندي فولدر الريفت في البليسنج ليست بتاعتي، وبالتالي اقدر ان انا اسيف ليه اي ملفات بضغطه واحده او ان انا افتح منه اي ملفات بمجرد ان انا اضغط عليه في البليسز ليست الخاصه بيه. ممكن اي حاجه من دول اضغط عليها كليك يمين هيظهر لك مجموعه من الاوبشنز، ممكن ريستور ستاندرد فولدر اللي هو يرجع للوضع الافتراضي ويلغي اي تعديلات انا عملتها على القائمه، او ممكن اعمل ايديت بليسز هيفتح لك اماكن اللايبراري والمتريك لايبراري مثلا او الديتيل لايبراري اللي هي فيها المكونات اللي انا بستخدمها في البرنامج او في الموديل بتاعي، ودي القائمه برضو اللي احنا قلنا عليها ممكن ندخلها من الاوبشنز دايلوج اللي هو في المين ابلكيشن منيو والفايل لوكيشن، هنظهرها دلوقتي عشان نفكر حضراتكم بيها هنا، ونروح على الاوبشن دايلوج ونروح على الفايل لوكيشن، هي دي قائمة البليسز اللي بتظهر لي من البليسز ليست اللي احنا لسه قافلينها من شوية. ممكن تعدلها زي ما احنا قلنا قبل كده وتضيف اسم لايبراري جديدة وتحدد المسار بتاعها على الجهاز. اللايبراريز دي بتبقى مكتبات جواها مكونات كتيرة ممكن ان انا استخدمها اثناء شغلي على البرنامج، زي انواع من الطوب او الاخشاب او الخرسانة او اي من المكونات اللي بتدخل في تصميم الموديل بتاعي. نرجع تاني على البليسز ليست، ممكن ان انا اضغط على اي فولدر من دول كليك يمين واعمل ريموف لو انا عايز اشيله من البليسز ليست بتاعتي، هعمل له ريموف لفولدر ريفيت، فالبرنامج هيطلب تأكيد للعملية، بعمل يس. ومجرد ما تخلص كل الاعدادات بتاعتك او اي شغل ليك في البليسز ليست تيجي تقفلها هيظهر لك رسالة تطلب تأكيد حفظ الاعدادات او حفظ اي تغيير حصل على البليسز ليست الخاصة بيك. نضغط على كانسل، would you like to save changes to made the places list؟ يس.